شكرا معلقنا الكابتن وائل ابو العزم. اذا انتهت احداث المباراه بفوز النادي الاهلي 74-61. مبروك النادي الاهلي، هارد لك. طلائع الجيش ضربه بدايه موفقه للنادي الاهلي. كابتن طاهر، يعني بيتهيألي الاداء في الثالث والرابع يمكن افضل كمان من الاول والثاني. هو مشي بريتم واحد من اول الماتش لغايه اخره، هو ريتم واحد وكل يعني كل واحد عامل حسابه ان ده هيكسب والتاني عامل حسابه ان هو هيخسر. يعني ما فيش اي مثلا تغيير، والسكور تقريبا من 12 ل 18 بيتأرجح 16-14 وما طلعش الجيش ولا مره مثلا على الاهلي. فطبعا يعني ماتش زي ما يكون تجربه جيده لكل الفريق بصراحه. طبعا يعني تجربة لا جيدة. بالنسبه لنا، بالنسبه للاهلي انا زي ما يعني شايف ان هو مثلا ادى فرصه لاربع ناشئين، كريم حاتم ومؤمن طبعا، وعبد الله ناصر اصلا يعني يمكن من السنه اللي فاتت هو، ولكن هو ما زال على قوه فريق 20 سنه، يعني ما زال يعتبر ناشئين وليس الفريق الاول يعني. عبد الله ما زال 20 سنه كله، وكريم حاتم 18 سنه يعني. ودي ماتشات اتحاد السنه اللي فاتت كان فيه برضك تقريبا تلت الفرقه ناشئين في كل ماتش. الاتحاد السكندري اللي هو المنافس الرئيسي وماتش بيبقى صعب بس ما بيكونش مصيري كمان، يعني بيدي فرصه جامده للناشئين في ماتشات مثلا مع الاتحاد والمحصله معروفه ان هما الاثنين طالعين او الاثنين بتاع، فبيديهم فرصه. ومع ذلك برضك بيدي فرصه اقل في الماتشات المصيريه، بدليل ان هو لعبهم الماتش برضك الاتحاد اللي فات. لعبه ومؤمن لعب بفتره كبيره، وكريم حاتم لعب فتره كبيره. كابتن سلام، واجه لحضرتك، يمكن اكيد في مكاسب اخرى غير الفوز، يعني فريقنا اكيد النهارده واضح مستر اجوستي بوش النهارده مش اللعيبه دايما او اللعيبه الخبره هي اللي لعبت النهارده، نجوم الشباك هم اللعيبه الصغيرين، حتى اللعيبه اللي ما كانتش بتاخد وقت كبير قبل كده، لا النهارده شفناهم بياخدوا وقت اكتر. شايف ده مكسب المكاسب المباراه النهارده كابتن سلاوي؟ طبعا مبروك للنادي الاهلي الفوز، بدايه طيبه. الشوط الثالث والرابع احسن من الاول والثاني بكتير. عايز اقول برضو ان في بدايه الجيم وهارد لك نادي طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش لغايه اخر دقيقه هو يعني بيلعب وبيدافع وقدم مباراه جيده، لكن احنا بدانا يعني المباراه سواء في الشوط الاولاني او الشوط الثالث اللي هم الاقوى الاشواط بخمسه اساسي اللي هم بتوع النادي الاهلي الخمسه الاساسيين. في خلال المباراه قدر يغير الراجل بطريقته المعهوده، دفع بالناشئين بطريقه لائقه جدا وطريقه مبشره للخير في المستقبل. لكن اقدر اقول ان المباراه يعني متوسط المستوى، يعني لم ترتقي الى مباراه جيده يعني بالنسبه لي. انا كنت متوقع جديه اكثر من كده يعني ان شاء الله. يمكن غياب المحترف عن طلائع الجيش هو ده الهد الاثر شويه على نسب التهديف. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمره لمباراه اليوم اللي فاز فيها النادي الاهلي الاهلي وطلائع الجيش، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن في يعني بعض المطالب للجماهير النادي الاهلي ومتابعين الحقيقه الفريق مطالبين بالتعاقد، يمكن على دايما مركز اربعه في النادي الاهلي بيبقى ساعات او يعني السنين اللي فاتت حصل دايما بيكون في ازمه، سفر لاعبين واصابه لاعبين، فممكن من وجهه نظر فنيه للكثير من المتابعين الفرقه محتاجه لمركز اربعه. كابتن سلاوي، شايف ده حقيقي وفعلا الفرقه محتاجه تدعيم بهذا المركز؟ مركز اربعه طبعا بسبب مشكله، وكنا بنتكلم انا والكابتن طاهر رجب في الموضوع ده، لان هو بيحلها عن طريق عمرو الجندي، فبيخسر عمرو الجندي كقطر، بيحلها عن طريق سيف سمير لما كان سليم هو وعمرو الجندي، فبيخسر برضو بوزيشن اللي هو خمسه. وفي مروان سرحان كمان، يعني في مروان سرحان بيحل شويه فيها. لكن اعتقد ان المركز ده محتاجين، يعني عندنا صناع العاب بقطره، عندنا قطرات بسم الله ما شاء الله بقطره، بوفيتات تحت الباسكت 3-4، عمر طارق، سيف سمير، احمد اسماعيل، عبد الله ناصر، يعني في اكثر من
من لكن بوزيشن 4 محتاجين. طب نسمع راي كابتن طاهر رجب كمان الفني، هل احنا محتاجين هذا المركز وبسرعه كابتن طاهر، ولا يعني الموضوع مش ملح؟ لا ملح، لان في نقص وفي احنا لو رجعنا بصرف النظر ان انت هتجيب المحترف أربعة كان أليكس، انما انت ما تقدرش تستغني عن عن البوينت جارد ان هو يكون محترف، يعني ده خلاص سلو الباسكت في مصر. ان وانا اعتقد ان ده كلام صحيح ان انت لازم تجيب بوينت جارد اجنبي، بس انا لازم ابص بقى لولادي اللي بره. نعم. يعني انا دلوقتي لو اتكلمت عن لسته الجيش غير لسته مصر التامين غير لسته الاتصالات، انا عندي ولاد كتير في كذا يعني. مركز سواء اعارات او سواء انت استغنيت عنهم لانك انت مش قادر تتمسك باكتر من 14 لاعب بالظبط بالظبط. فانا انا ابص برضك على بتاع ده، ومعظم الناشئين النهارده الجيش بيلعب بناشئين النادي الاهلي، بناشئين النادي الاهلي. يعني المعداوي ناشئ يعتبر عمرو زهران وهو من الجيل اللي عندك. هو رجع من امريكا على النادي الاهلي، يعني رجع كابتن راشد توفيق رجعه من ايام ما كان في يعني الجامعه في امريكا. بالظبط. انا بص عندي احمد السلعاوي برضك هو بيلعب 4-3، وبعدين الى حد ما شايل كمان الجيش في الفترات اللي فاتت ورجع للمعدل بتاعه بالزبط. اللي هو كان موجود ان هو كان مع الكابتن طارق خيري ايام من فترته، ومع كابتن اشرف توفيق فترته كمان، ومع الكابتن اشرف توفيق، بس كان ساعتها ما لعبش كتير عشان جات له اصابه، وانما هو رجع دلوقتي يعني المعدل 19 بونت وبتاع. انت بتلعب النادي الاهلي يعني هو دلوقتي لو هو جاب النهارده 10 بونت ولا حاجه دي حاجه تانية. انما عندي انا يعني ما بركزش مع السلعاوي كمان، عندي زياد دهشان برضك ناشئ. يعني افهم من كلام حضرتك ان يعني ان الفرقه محتاجه ولابد طبعا من النظر لابناء نادي الاهلي المعارين، ولكن الوقت سرقنا. كنت محتاج اسمع كمان وكمان عن الكابتن. بشكرك كابتن طاهر رجب، نورتني وشرفتني، ومبروك النهارده المكسب كابتن. الله يبارك فيك، وانا شاكرين، وكل سنه طيب، وزي ما عودتنا كل سنه ان شاء الله من نجاحات لنجاحات اخرى ان شاء الله. ونشكر قناه النادي الاهلي على تغطيتها الباسكت القويه دي في جميع الالعاب. انا بعد اسمعك في فرديه وجماعيه فحاجه جميله جدا. بشكرك كابتن سلعاوي، بشكرك شكرا جزيلا. متشكرين كابتن هيثم، وان شاء الله تكون بدايه خير. وانا وكابتن طاهر كنا بنتكلم بس موضوع عايزين ثانيه، هو احنا بنتمنى الشفاء العاجل انا والكابتن طاهر لجميع المصابين في الاحداث الاخيره. واحنا كنا في الملعب وظهر التلاحم الغير طبيعي بين جمهور نادي الاتحاد وجمهور النادي الاهلي، ودي حاجه مشرفه جدا جدا وراقيه جدا. ومتشكرين ان احنا مع اعلامي متالق زيك ربنا يخليك. متشكرين نورتنا وشرفتنا كابتن سلعاوي. اذا انتهت النهارده يوم اهلاوي باقتدار. النادي الاهلي يفوز في رجال السله، ويفوز في سيدات السله ايضا على الطيران، ويفوز في سيدات الكره الطائره على الهوبلس 3-0. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى لقاء اخر في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. بشكركم شكرا جزيلا.